الحال الباهية أن المؤتمر هذا صار في تونس دولة مجاورة، وتونس هي ليبيا وليبيا هي تونس قبل كل شيء. احنا يهمنا الاستقرار في ليبيا قبل ربما حتى الاستقرار في تونس. في الحقيقة الأمور معقدة حسب المعلومات اللي عندي، أنا مانيش مطلع برشا عشان الليبي ومانيش متبع في الأحداث يوميا، لكن ما عندهمش حل، راهو يلزمهم يتوافقوا، خاطر يتوافقوا خاطر باهي للمجتمع وباهي حتى للأطراف الكل باش ليبيا تنهض من جديد. يبدو أن الأطراف المجتمعة الآن في تونس في إطار الملتقى الحوار السياسي الليبي الأقرب أنها ستتوصل إلى حل لعدة اعتبارات، أهمها أن الجميع أيقن بأن الحسم العسكري للصراع أمر غير ممكن، وكذلك يبدو أن ثمة إرادة دولية لحسم الأمر في ليبيا. أن يتقاربوا في الآراء ينجموا يوصلوا الحل، خاطر احنا في تونس نحبهم يكونوا معتدلين، احنا ماذا بينا يتراضوا ويحلوا مشاكلهم. برأيي أنا كتف الفرص معناها بيناتهم ويعرفوا كيفاش يتحاوروا، نصور معناها يبدا كان يكون معناها حوار ليبي معناها ينجموا يوصلوا الحل في اقرب الاجال بدون تدخل اي اطراف اجنبيه، معناها حلول داخليه ما بيناتهم يلقاو حل مع بعض.